من داخل استاد الدفاع الجوي والتدريب الاول لمنتخبنا الوطني عقب العوده من الراس الاخضر والتعادل مع منتخب كاف فيردي بهدف لكل فريق. يمكن الجهاز الفني بقياده كابتن حسام حسن فضل اراحه اللاعبين اللي شاركوا في مباراه كاف فيردي من الميران امس بعد رحله شاقه استمرت حوالي 12 ساعه. يمكن الميران اليوم شهد مشاركه الثلاثي حمدي فتحي ومرموش وتريزيجيه واللي غابوا عن المباراه الماضيه لاسباب مختلفه اما للايقاف او الإراحة. أيضا يمكن غادر الثلاثي محمد شناوي حارس المرمى وحمدي فتحي مران منتخبنا الوطني للحصول على الإنذار الثاني في المباراة الماضية. وأيضا محمد شحاتة لاعب نادي الزمالك بعد إصابة. يمكن الكابتن حسام حسن أكد على أهمية اللقاء رغم التأهل رسميا إلى نهائيات بطولة أمم إفريقيا في المملكة المغربية الموسم المقبل وقال أنه بيخوض جميع المباريات من أجل الحصول على النقاط الثلاث. يمكن منتخب بتسوانا وصل بالأمس وسيؤدي تدريبه الأخير على هذا الملعب في الخامسة من مساء غدا الاثنين إن شاء الله. يمكن دي كانت أبرز أخبار وكواليس منتخبنا الوطني والذي يستعد المنتخب بتسوانا في الجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية بالمملكة المغربية 2025.